هلا والله يا جماعة، كيفكم؟ إن شاء الله تكونون بألف ألف خير. طبعا اليوم حابين نتصوراني وعبودة لحنا، ما أننا حابين نصور مهدي. حد له عنه شيء؟ لا. أيوة مهدي ما بدنا نصوره. حد له عنه شيء؟ لا. أيوة طبعا يا جماعة، شنو مهدي؟ بابا لينا بدكم تصوروني؟ لا. ما يصير الجماعة يحبوني ويحبوكم. الجماعة يحبونك؟ ما يحبونك، هم قالوا لا تطلع مهدي. تعال تعال امزح. تعال تعال امزح. قال الجماعة يحبوني يحبونكم. طبعا يا جماعة خلينا ندخل بالشيء المهم. عايز اصوركم هذا الفيديو عشان ما تفقدونه، وعشان ما تقولون ليش ما ينزلوا عتنزلون فيديوهات. ممكن هاي الفترة ممكن ما عاد انزل لحتى احصل منزل. حاليا عاد ادور على منزل غير هذا المنزل لانه صاحبه طلبه، وبالاحرى انه طلب مبلغ هائل، يعني طلب اجار ما تتخيلون، يعني 15000 تركي، يعني 15000 تركي بمقارب 600 دولار شهريا، وبين فواتير كهرباء ومي وغيره وغيراته تجيك 700 دولار. يعني 700 دولار كتير كتير كتير، يعني كتير علي، فهمتوا علي شلون؟ فالرجال اول شيء طلب المنزل، قال بدي المنزل. قلنا له طيب قل لنا ليش بدك المنزل وهاي. بعدين قال عندك خيارين، يا اما تدفع 15000 يا اما تفضي لي المنزل. قلنا له خلاص نفضي لك المنزل وتكرم عينا، خلينا نحصل على بيت على منزل غيره ونفضي لك المنزل، ما عندنا مشكله. فيا حبايب الحز والله العظيم قسما بالله ما انا قاعد اقعد، يعني انتوا فاقدين، يمكن ماكم تشوفون عن صور لانه مشلوش بالبيت وادور. يعني هاي المنطقة اللي قاعد بيها دورت يعني نصها تقريبا، نصها ما انا قادر احصل منزل للاجار. وهنا ما بموقع انك تفوت على موقع وتدور منازل، ببعض مناطق او بلدان اذا بدك تدور على منزل للاجار تفوت بموقع، تحط تكتب على الموقع انه بيت للاجار بالمكان اللي بدك اياه انت تلاقي. اما هنا ما ابو هذا الشيء، بدك تروح على دلال حتى الدلال يلاقي لك، وانا رحت على كذا دلال وما حصلت منزل. فحبيت من خلال هذا الفيديو اقول لكم انه مشلوش حاليا بالمنزل، وعاد ادور بيت عشان نستر حالنا، لانه معبود مثل ما تعرفون ما ضل لها شهر شهر ونص وتخلف، بدنا نلاقي بيت باسرع فرصه. وبالنسبه لي قسما بعزه الله انه راسي مسكر مشوش خالص. بدي اقول لكم شيء، وبدي اقول شيء لحالي، يلعن ابو الحرب يلعن ابو الحرب يلعن ابو الحرب. لانه ايمت نحن كنا هيك يصير ابن، ايمت كنا هيك يصير ابن، يعني تدور على بيت وتسكن ببيت، كنت قاعد ببيتك معزز مكرم. بعين الله بعين الله. فاخواتي مثل ما تعرفون هاي المنطقه كبيره، وصرت فاتلها تقريبا نصها وما انا قاعد احصل بيت. والحظ راح اضرب لكم هيك نظره، هيك اصور لكم هيك المنطقه اللي قاعد بيها، تقريبا فتلت نصها وما انا قاعد احصل منازل، حتى الدلالين ما نوع يحصلون. فحسبي الله ونعم الوكيل. الحمد لله على كل حال، بدنا ننتظر ونشوف شنو المكتوب. فالحز راح افتل لكم هيك فتلة على المنطقة اللي قاعد بيها اني، وفرجيكم اني اني فاتل هاي المنطقة نصها وماني محصل منزل. يا اما نحصل منزل ويكون مبلغ هائل، يعني يطلبون مبالغ جدا عالية، يعني يفكر الواحد يفكر حاله عيقبض بالشهر 20000 دولار أو 50000 دولار. والله العظيم ما أعرف، حسبي الله ونعم الوكيل. الحز راح أدير لكم على المنطقة وفرجيكم إني أنا فاتل هاي المنطقة مصر. يلا هاي المنطقة شايفين اللي قاعد بيها أنا، يعني ظلت بس هاي المنطقة العالية الفوق ما دورت بيها، ولا هاي المنطقة كلها هين كله مدور، بس هذيش المناطق العالية ماني ندور. مثل ما تشوفون الاجواء بارده ومطر وشتويه، والله يكون بالعون شلون بدنا نلاقي بيت وشلون بدنا نرحل بهالبرد. وحسبي الله ونعم الوكيل، ما اعرف شو اقول. ف لازم نحصل بيت باسرع اسرع فرصه، لانه مثل ما تعرفون معبود ما ضل شهر شهر ونص تخلف. والبيت مو قصة انه والله نشيل الاغراض ونزتهن، بده تسطير وبده تنقل وبده والله العظيم اني واقع بين نارين يا جماعة، اقسم بالله.
فأنا حبيت إنكم كونكم أنت وعائلتنا الثانية حبيت أدخلكم بمواضيعنا والأشياء اللي تخصنا نحن، وحبيت أخبركم على هذه الخبرية. صح إنها خبرية مو زينة، أكيد مو زينة، مو زينة لا لي ولا لكم. أكيد راح أنتم كلياتكم راح تزعلون وراح تنزعجون إنه بدي أطلع من المنزل، بس يلا عادي اللي كاتب والله يصير. ممكن الله ما يختار لي أحسن من هالمكان هذا، ونروح نكمل الفيديو مع عبود ومهدي ونسألهم شنو ردة فعلهم إنه بدنا نطلع من البيت ودنيا وما لقينا بيت، ونسألهم هيش أسئلة تمام عشان نختم لكم الفيديو كامل. عبود ومهدي الحلوين، أول شيء سلموا على المتابعين. سلام عليكم. سلام عليكم. كيفكم يا حلوين؟ كيفكم يا حلوين؟ تاني شيء شيلي شعورك بدك تطلع من هذا البيت؟ مبسوط انك بدك تطلع ولا لا؟ والله مبسوط بس شعوري مبسوط انك بدك تطلع من هذا البيت؟ ها؟ شلون راح ترجع تقول مبسوط؟ مبسوط بس نحن ما بدنا نطلع من هذا البيت، بدنا ما نقدر لان هي بيها حساسة، وصرنا نطلع من شو اسمه ورايح انكسر، لكن النبات اعلى من هيس وانكسر درع المليون وانكسر اللايدوب وانكسر حدا يرغم عليكم. اسمع، انت حابب تطلع من هذا البيت يا مهدي؟ حابب تطلع من هذا البيت؟ لا معبودة حابب تطلع من هذا البيت؟ لا. بس الزلم بطلب 15,000 يعني شي 600 دولار وفوات الكهرباء وهي 700. بطلع. قول يلا عادي الحمد لله على كل حال. قول الحمد لله على كل حال. الحمد لله على كل حال. وان شاء الله نحصل بيت احسن. ان شاء الله نحصل بيت احلى. والخيرة بما اختارها الله. الخير بما؟ بهما. بما اختارها الله. يا سماعة وباي باي وبوك. لسه ما خلصنا يا زلمة، عن سولف بساعة انت نحبك يا زماعة وبوم، لسه عن سولف يا زلمة. عن سولف ولا لا؟ قال انا عن سولف يا جماعة معاكم، قال هو ونحبكم يا زماعة وبوم. شنو هاي بوم؟ بوم يعني سلام عليكم. ها بوم يعني سلام عليكم، يعني تنهي الفيديو. نعم بدنا يا عبود ومهدي باكر بس نطلع من هذا البيت ان شاء الله قريبا نلاقي منزل يا جماعة. وين خليني انا اسولف معاكم؟ نلاقي منزل وان شاء الله رب العالمين يبعث لنا منزل احسن من هذا المنزل وننبسط باذن الله. وان شاء الله ما اعرف متى نلاقي نحصل منزل نرجع نصور لكم باذن الله ونصور لكم المنزل الجديد. ما لقينا منزل حاليا عاد ادور منزل، ولا تفقدونا، اعرفوا اذا ما صورت لكم اعرفوا اني انا مشغول ومشلوش بتحصيل المنزل، وباذن الله باقرب وقت واقرب فرصه نرجع لكم باجمل الفيديوهات. وحبيت مثل ما قلت لكم حبيت كونكم انت وعائلتنا الثانيه، حبينا نخبركم ونستطلعكم على كل الامور اللي نحن ماشيين بيها، ونحبكم والله يسعدكم جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وين حسقول بوم؟ يلا بوم.